قول الله عز وجل يعني مما يحمل التهديد معنى التهديد والوعيد، قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. طيب إذا نظرنا في سياق الآية، فمن شاء فليؤمن، طيب الله تعالى أمرنا بالإيمان، ومن شاء فليكفر، وهل الله تعالى يأمرنا بالكفر؟ لا، الله تعالى أمرنا بالإيمان ونهانا عن الكفر. فماذا يكون قوله تعالى ومن شاء فليكفر؟ فليكفر بصيغة وصيغة أمر، لكن هذا الأمر لا يحمل على الرضا من الله عز وجل للناس أن يقعوا في الكفر وأن يكفروا، بل هذا الأمر يحمل على شو؟ على التهديد والوعيد. ما الذي يدل على التهديد والوعيد في الآية؟ تتمتها، كمل الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا، يعني الله أعد وأعتد أي هيأ للظالمين يعني للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، معناه من كفر منهم فله النار. إذن هذا الأمر لا يحمل على الرضا بل يحمل على التهديد والوعيد.